طبعا كلنا زهقنا من عمل الفراخ بالطرق التقليدية، إن كانت مسلوقة أو مشوية. وصفتنا النهاردة هنعمل فراخ مشوية بطريقة مختلفة من غير فحم ولا دخان. قطعت بصلتين متوسطين وحطيتهم في الكب، وأحط معاهم قرن فلفل حامي، لو مش حب الحامي ممكن يستبدله برومي. هضربهم في الكب لحد ما ينعموا خالص. عايزينهم ناعمين بالشكل ده كده، هنفضيهم في بولة ونضيف عليهم معلقتين كبار من الطماطم المسبكة اللي هي الصلصة الفريش، معلقة كبيرة من الكاتشب، وكمان معلقة كبيرة من المسترد. أما البهارات اللي هنستخدمها فهي معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة زعتر، وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. ومعانا هنا معلقة كبيرة مرقة دجاج، ومعلقة من الكاري، ومعلقة كبيرة من السبع بهارات، ودي معلقة صغيرة من هريسة الشطة. لو مش حباها ممكن تستغني عنها، لكنها هتدي إضافة جميلة في الطعم. وهنقلب كل المقادير لحد ما تتجانس مع بعضها. انا معايا هنا فرختين مقطعين، طبعا انا غسلهم كويس جدا. هنشفهم من المية وابتدي ان انا اتبلهم بالتتبيلة اللي احنا جهزناها، واحاول وانا بتبلهم ان انا ادخل التتبيلة ما بين اللحم والجلد. وكده انا تبلت الفراخ كلها، اغطيها بقى بالستريتش رول واحطها في التلاجة. انا سبتها 4 ساعات في التتبيلة، اطلعها اوزع عليها ربع كوب من الزيت النباتي واقلبهم كويس. طبعا احنا كل ما نقعد الفراخ في التتبيلة اكتر هيكون طعمها اجمل بكتير، وممكن كمان احنا نتبلها قبلها بليلة ونحطها في التلاجة، لكن لو مستعجلين هنتبلها ونرصها في الصينية وندخل الفرن على طول. هجيب صينية مناسبة وابتدي ارص فيها الفراخ. التتبيلة اللي اتبقت مني في البولة انا هوزعها على وش الصينية بالشكل ده. انا ضفت حباية من البطاطس وجزراية للديكور، لكن انت ممكن تستغني عنها عادي. اغطي الصينيه بالفويل وادخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه وربع. بحل على النار واحط فيها 5 معالق من الزيت النباتي، وممكن نفس الكميه من السمن. انا هعمل 3 كوبايات من الرز المصري. انا هغسل الرز وفي الاول هاخد كوبايه واحده اضيفها على الزيت.
اقلب الرز، وبعدين هضيف عليه ورقتين من اللورة، وثلاث فصوص من الحبهان، وثلاثة من القرنفل، وفصين من المستكة. هشوح الرز مع البهارات اللي انا ضفتها، بس مش هستنى لما الرز ياخد لون، انا بس عايزاه يتشوح ما ياخدش لون. بعد كده هضيف بقية الرز. هضيف معلقة صغيرة من الكركم، وكمان معلقة من الكاري، وابتدي اشوح فيه لحد ما احس ان الرز اتشرب الزيت والبهارات اللي انا حطيتها، وبقى الرز كله لون واحد. اضيف مكعب من مرقة الدجاج، واتأكد ان انا دوبته كويس. بعد كده اضيف المية وتكون مغلية. كل كوباية من الرز المصري بتاخد نفس العيار من المية. اغطي الرز، ولما يغلي اوطي عليه النار. بعد حوالي 20 دقيقة هكشف عليه واضيف مكعب من الزبدة، واغطيه 5 دقايق كمان، وكده يكون استوى. يعني بعد ما يغلي واوطي عليه النار هيحتاج بالظبط 25 دقيقة ويكون كده استوى. بعد ما يعدي نص المدة هرفع الفويل عشان الفراخ تاخد لون، وأكون مجهزة فحمة مولعة، أحط عليها شوية زيت وأغطيها عشان الفراخ تتشرب الريحة. وده الشكل النهائي، انا هقدمها مع رز اصفر وطحينه وشيبسي، وممكن كمان نقدمها مع رز وخضار او مكرونه وسلطه، يعني ممكن ادخلها مع اي اكل. جربوها، وما تنسيش تبعتولي تطبيقاتكم على الانستا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشوفكم بخير في فيديو جديد.